أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الحلقة الدينية التي نستعرض فيها صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ قائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله على الهادي الأمين إمام الأنبياء والمرسلين. بسم الله مولانا ابتدينا، وبحمده على نعماه فينا، توسلنا به في كل أمر غيات الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيث مخزونا مصوبا، وبكل كتاب أنزله تعالى وقرآنا كريما شفاء للمؤمنين. بالهادي توسلنا ولذنا، وبكل الأنبياء والمرسلين، بكل طوائف الأملاك ندعو، بما في الغيث ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله طرا، وكل الأنبياء الصالحين، أخص به الإمام القطيب حقا وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقى، وقد جمع الشريعة واليقين. وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب صدر للصادقين. عفيف الدين ومحياه حقيقا به تحكيما وبه اقتدينا. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أناء مولد الرسول عما أجنهم، وأحرقت شهب الآفاق جنهم، بوضع آمنة للخلق أمنهم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. فبمولد سيد السادات والرسل وناسخ الكفر والأديان والملل، كان ظهوره رحمة للخلق جامعة. جل الذي من حرور الشمس ظلله، وزاد خلقته جمالا وحسنا وكمله،
وظهر القلب منه حين أرسله. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نفحة مبرورة القسم. فيا خير عبد بأملاك السما خدما، أرأيت أمرا احتار العقل فيه عجبا، فمن يراه يهما. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقا هو محمد المصطفى المختار من مضر تبدى عليك مع الآصال والبكر. صلى وسلم من سن السلام على محمد وجميع الرسل والأمم. فصلاة ربي على المختار سيدنا محمد عدد الأقطار والنسم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي بأنوارك اللامعات بأسرار سر سرى في السرات، وبجذب بأهل الفنا والبقى، بسكر بصحو يمحو الثبات، بفرق يجمع بقرب وبوصل وبسر العلا، بأنس بذهو وبعين الحياة، وبلطف بعطف وبصفو الوداد، وبحظ بلحظ وبنيل الهبات، وبعرش بسر أملاك السماء، بآدم من تلقى الكلمة، وبأيوب ذي الصبر والجلد. فصلي وسلم على المصطفى نبيك ربي من خصصته بالمعجزات وبأنوارك اللامعات وبآياتك البينات وبالصحف والذكر المنجيات. صلي عليه ما دعاك موحدا وناجاك أخيار ببابك سجدا وركعا. صلي عليه ما دعاك موحدا وناجاك أخيار ببابك سجدا وركعا. فعليك صلاة الله يا أكرم الورى ومن هو في الدارين وللخلق شافعا. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعطي المصطفى صلى الله عليه وسلم من المكرمات الإلهية ما جاراه فيها من الرجال أو الرسل أحد، لا في علو ولا في رفعة ولا مقاما. فعليك صلى الله غالب أمره تعداد موجود الوجود بأسره. فبالله يا متلذذين بذكره، من طاب منكم طاعنا ومقسما، صلوا على المصطفى وسبحوا الله كثيرا. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله، ما هبت صبا وتعانقت عذبات روضات الربا، وتناوحت أوراق الحمائم في قبا، وأضاء نورك يا محمد كالنجوم في أعالي السماء. فأنت حقا يا رسول الله جدي شفيع الأنام، وكنت حبيبا بدا لكل حبيبا، وكنت إماما لكل إماما. فألف صلاة عليك يا حبيب الله طول الدوام، في البواكر والعشي والناس نياما. ويا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. فيك يا رسول الله قال الخالق في الذكر اقرأ فأنت باب الله لكل امرئ وسائل آتاه فمن غيرك يا محمد لا يدخلا. أنت الذي نال المنى بالقضاء من مالك الملك بوعد الرضا. فأنت يا محمد نعم في كفيك الحصى سبحت، صلى الله عليك ما صافحت، صلى الله عليك تعداد ما في الأرض من خلق وما في السماء. وما فاح عطر وطاب منه الند والمندلا، فما جرى من ذكرك ما قد حدث نحوك بالعبس حداة شدت من شوقها نحو المصطفى عدت. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم وبارك ربي على الحبيب الحسيب، وتنبهوا يا نيام ما عليكم رقيب، فصلوا على مصطفاكم كما يقول المجيب، صلوا عليه كثيرا فخيرا كثيرا تصيب، فلولاه ما كان شيء ولا المعاش يطيب، طيب الفؤاد وفاكم بذكر طه وطيب، به الملأ والمحافل إذ كل شيء يطيب. عجبا سيدي من لم ير منك سرا فالمدح أين يجيب. أنت الذي لم نفق جذعا بفراقك يا حبيب، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسك وعود وعطر وعنبر منك سيدي يطيب، فكن شفيعا لنا في يوم عصيب، فعليك ألف صلاة من الحسيب الحبيب، والآل ما فوق غصن ترنم العندليب. فيا الله يا رحيم اشفع لنا يا طيب المحتدي، وانظر إليه نظرة المسعد، واجعله ربي في حرزك حتى ألقاه في دار البقاء يرفلا. واغفر لنا والوالدين يا أرحم الراحمين. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، واجعله الوارث فينا، وبصيرة لقلوبنا، ومنيرا لخطانا، وبارك لنا في أسماعنا وأولادنا. اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما يختلفون فيه بالحق بإذنك، أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلي وسلم ربي على الحبيب الحسيب. إلى هنا أخي المشاهد أختي المشاهدة، نأتي بكم ومعكم إلى نهاية هذه الحلقة الذي نمتدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة شهور مولده الكريم. كان معكم من وراء الكاميرا الزميل عبدي عمر، ومن الإديتر الزميل محمود حاشي موسى، وإلى لقاء آخر يجمع فيه بيننا هذا أحمد حسن آدم، أستودعكم في أمان الله تعالى.